آخر من الوفد. الوفد بتقول إيه؟ إن محمود ده متولي يجري أشعة جديدة لتحديد إصابته. الواضح إن هو هما مش واخدين بالهم أو مش عارفين إصابة اللاعب إيه بالظبط. الموضوع مش موضوع تحديد، إصابة متولي متحددة، عنده مزق في العضلة الخلفية، لكن ممكن نقول للإطمئنان على إصابته ومدى تطور الحالة، وده اللي بيحصل. وهنعرف مدى تطور حالة متولي لو أمامه بتاع حوالي 4 أسابيع عشان يعود للتدريبات الجماعية ونسمى مشاركة في المباريات الرسمية مع النادي الأهلي بكل تأكيد. ولاعيب مهم ومميز جدا.